لكنه اظن الامان كان واضح في نقطه انا لاحظتها قوي يا دكتور، ان الصوره قبل وبعد هي بعد 4 شهور مثلا 3 شهور، ما نزلتش النزول اللي هو المميت اللي هو ممكن يفقدها انيميا، ممكن يفقدها حاجات كتير قوي في صحتها. يعني ده نجاح بقى العمليه، ان انا انزل وزن بس بصوره صحيحه، دي برضو نقطه من الامان. طبعا انه اختيار نوع العمليه المناسبه في الاوزان الكبيره. الحقيقه طبعا احنا يعني نزول الوزن هو نزول تدريجي، احنا طبعا يعني المفروض ان احنا بنفقد 10% من وزننا الزائد خلال الشهر الاول، 60% من وزننا الزائد خلال اول 6 شهور، ما بعد ذلك بيبقى في شويه وزن زايد يعني بينزلوا بعد كده، فده نزول يعني في فتره قصيره جدا. احنا بس عايزين ان احنا نقول ان التجربه يعني بسيطه، يعني احنا خلال فتره قصيره ده وضعنا، يعني ما بعد سنه بقى بيبقى الوضع مختلف خالص، بعد سنتين بيبقى الوضع اكتر اختلافا، لكن هو نزول تدريجي. النزول اللي هو العنيف اللي هو بيبقى يعني مثلا انا كنت 160 كيلو فبقيت 100 كيلو او 90 كيلو في خلال فتره 3 4 شهور زي الفتره دي، ده اسمه نزول مرضي، مفيش حد في الدنيا بيعمل كده. زي احنا نزولنا نزول تدريجي. اللي بتدعي ان كبسولات مش عارفه ايه هنزل لك 60 كيلو في 3 شهور، اللي هو يعني انتوا بتموتوا نفسكم والله. لا لا ما فيهاش كلام. النقطه دي مهمه برضو عايزين نناقشها في حلقه محتاجه يعني. لكن طبعا النزول اللي هو خلال فتره، احنا طبعا مش شاطرين في التصوير، يعني كل يعني ممكن ما نقابلش عيان بعد سنه. هو كل فتره كده بيجي بيسلم علينا بيقول انا عايز اصور، بيحصل كده. فاحيانا بيبقى واحد بيتصور بعد 3 شهور، احيانا واحد بيتصور بعد 6 شهور، احيانا بعد سنه، ففي اوزان مختلفه ما بين الناس. يعني اذا كنت عايز تتفرج على الاختلاف الكامل بقى بعد سنه من اجراء العمليه، بيبقى في يعني صوره تانية خالص زي تقارير كتيره معانا، تقارير كتيره. بس انا عارفه طبعا ان اللي هو حضرتك بتكونوا مشغولين اكتر بالعمليات وبالتحضير، وحضرتك بتبقى من الصبح اللي انا يعني شفتها لغايه الساعه 2 بالليل، اللي هو اصلا الله يكون في عونكم مش هتبقوا فاضيين لكل حد يجوا تصوروه. ولكن انا عايزه اتكلم في نقطه مهمه جدا جدا جدا، حضرتك بتستخدم احسن التقنيات، اوكي؟ فرق الاسعار يودينا لفين؟ فرق الاسعار ده طبعا بناء على كذا بارامتر، يعني يعني فرق جراح واحد، يعني خبره جراح مختلف عن جراح تاني طبعا 100%. يعني اللي عامل 10,000 حاله غير اللي عامل حالتين، اللي عامل 10,000 حاله غير اللي عامل 100 حاله، اللي عامل 10,000 حاله غير اللي عامل، انا اقصد يعني خبره الجراح دي ليها ثمن طبعا. احيانا طبعا بيبقى في طبعا مستهلكات طبيه مختلفه، يعني السوق مليان بالمستخدمات الطبيه، لكن انصح الناس بالمستخدمات الطبيه الامريكيه. انا مش بروج لها، لكن هو في شركتين زي جونسون وكوفيديان او ميترونيك وجونسون، يعني دول طبعا المشهورين ودول سعرهم معروف في السوق. يمكن ده يمكن في عمليات طبعا بتعرض في السوق مش بثمن اسعار الدبسات، فلازم يبقى في كويشن مارك، يعني طبعاً في حاجه بالتأكيد. بالنسبه طبعا احيانا بتروح مستشفى اسعارها قليله جدا غير امنه، يعني ما هو اكيد قللت في الفلوس قللت في المستهلكات. يعني الناس دي كلها بتتعرض طبعا دي حاجات احنا لو صور جميلة. لو هنتكلم على الافات العمليات الناجحه، فاحنا يبقى كل الفقره هتبقى على الشاشه، يعني من اول ما نبدا للاخر صور حالات جميله خالص. هي بس بنحاول على قد ما بنقدر. اختلاف الاسعار برضو بيبقى في انت يعني انت في حاجات كواليس ما بتشوفهاش، يعني اللي هي زي المستهلكات الطبيه، انواع الادويه حتى بتاعت التخدير انت ما بتشوفهاش طبعا. استشاري التخدير نفسه اللي هو معاك، انت ايه الليفل اللي انت بتعمل بيه، المستشفى اللي انت بتروح فيها الامان فيها قد ايه، يعني انت عايز سيفتي بقى 100% ولا سيفتي 50% ولا سيفتي ازاي، فكل الحاجات دي مختلفه عن بعضها. اللي عايز اقوله ان اختلاف الاسعار، كلما قلت الاسعار كلما قلت الكواليتي 100% طبعا. 100% طبعا. اللي عايز اقوله كمان لكل الناس سواء مرضى او اطباء، ان عمليات السمنه المفرطه هي من العمليات اللي هي محتاجه جاهزيه عاليه جدا. انت ما اصل المريض ده مش مريض، ده يعني واحد عايز يخس شويه وزن، ما انتش عايز تعرضه لخطوره طبعا، ما تحطوش في ريسك سيتويشن طبعا، مش مقبول. ده مريض سمنه مفرطه عايز يعمل عمليه عايز يطلع بامان، فما فيش تقصير الا في مستهلكات طبيه، في مستشفيات، في ادويه، هات اخرك في كل حاجه عشان كده ربنا يوفقك.